لبنى كلامور هو لي كيك ديفاين. فين ما كاين لي كيك ديفاين كاينه لبنى كلامور. وانتم راه ديجا تلاقينا وعاودنا تلاقينا وعاودنا تلاقينا الحمد لله. صافا الحمد لله صافا الحمد لله. اكثريه من النهار اللي شرفتوني وزادوا الناس تعرفت عند الناس الحمد لله وقناتي تعرفت. كنشكركم وليكم الف شكر والله الحمد لله. كاين على حسب راك عارف على حسب كل مناسبه كيكون الطيم اللي مطلوب شنو هو. والحمد لله حنا مسايرين مع الوقت. مورا رمضان كان في رمضان كان شويه ديال ولكن مورا رمضان الحمد لله. كيف خدم عليه ديزاين؟ مزيان مزيان صافا. كل مره كيجيب لك كليان حاجه جديده وانت خاصك تمشي معاه على حسب هو شنو باغي وصافي. المهم ما تقولش لا. شنو لي ديزاين اللي خدمتي مؤخرا؟ مؤخرا غتكونوا شفتوا الحلوه ديال مسلسل مكتوب ديال الفانتورناج. شفتيها عجباتك زوينه. هذيك كانت من ديالنا وكانوا ديزاينات اخرين جداد. ويلي شوهتوني بالكيك. عرفتي دابا شنو ولات سميتي؟ لبنى ولات الشيشه. ولا ماشي لبنى مولات الكاك ديفاين الشيشه. لا لبنى مولات الشيشه نيشان الصراحه. ضربتو بيا الطر بديك الشيشه وكان جاك دانيال. ولكن الحمد لله جاو ناس اخرين باغيين شيشه اخرى وباغيين جاك دانيال اخر ولله الحمد الحمد لله. صراحه التغير الجذري من مورا ما جات عندي اشواق. تعرفت اكثر قناتي تعرفت اكثر انستغرام ديالي تعرف اكثر. وتنقول لكم شكرا اشواق بزاف بزاف الحمد لله. مارشي جداد خدامي جداد ناس جداد تعرفوا علينا وجاو من عندنا من قناتكم. لكم الف شكر. اداء صراحه الحمد لله كاول مره كان اداء مزيان وعاونوني عاونوني زعما الفنانه وكل شيء. هو ما كانش اداء كبير ولكن بالنسبه لي انا كان اداء كبير لانه اول مره غادي غنمثل في شي فيلم في شي مسلسل. وان شاء الله باقا كنقول لكم عندنا حاجه اخرى ان شاء الله عاد غادي نشوفوها هذا العام. هذه نقطه مهمه اللي هضرتي عليها حيت بزاف ديال الناس كيتسحب ليهم واش كونيكسيون ميديا. حيت انا زعما كندير لك ديفان صوبت لهم كولابوراسيون. لا كونيكسيون ميديا خلصات الكيك ديال فان تورناج وخلصوا الكيك ديال الديكوراسيون اللي درنا به لانيفيرسير ديال هند معطاوي. وكنبغي نقولها من الموقع ديالكم باللي كونيكسيون ميديا خلصت داع لي كيك اللي خدمت ليها انايا. خويا بدر بعد انا فرحت له اليوم بزاف على ود الاغنيه الجديده ديالو. والكيك صراحه جانا كالعاده اكبر واحد كنبغي نكبر به هو لونواغ والدوغي راكم عارفينها. وغتشوفوا الكيك ديالو وغتقولوا لي كي جاكم. شكرا لكم نتايا. كنبغي نقول ليه مبروك والف مبروك. ان شاء الله نشوفوا اعمال اخرى جديده وناجحه ان شاء الله والله يسهل عليه. اشواق الله ودي اشواق بلا ما نحتاج نقولها. كنشكرها بزاف 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 على الفيديو قبل اللي درنا. صراحه باذن تعرفنا وان شاء الله الله يخلينا ديما معروفين على الخير. شكرا اشواق. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.